فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل عزير نبي من أنبياء بني إسرائيل؟ ولماذا خصه اليهود دون غيره بالذكر؟ نعم، عزير اختلفوا فيه هل هو نبي أو أنه من الصالحين على قولين. الراجح والله أعلم أنه ليس نبيا، وإنما هو من صالح بني إسرائيل، اشتهر بالصلاح والعلم، اشتهر بالصلاح والعلم، وحتى عظموه، بل قالوا أنه كان يحفظ التوراة، مع أن التوراة ما يمكن حفظها، لكن هو أعطاه الله المقدرة وحفظها. ولما ضاعت التوراة وقت بخت نصر لما استولى على اليهود وأخرب بيت المقدس، أتلف التوراة ولم يبق عندهم منها شيء، وكان عزير يحفظها فأملاها من حفظه رحمه الله. فلذلك قالوا عظموه هذا التعظيم وعبدوه من دون الله. نعم.